بالنسبه لبرنامج الفريق الوطني راكم شفتوا اليوم كاين حصه تدريبيه، بعدها في السهره كاين حصه فيديو، غدا ان شاء الله على الساعه 11 في ملعب نيلسون مانديلا الندوه الصحفيه اللي حنا شفتها الناخب الوطني وكذا اللاعب سفيان بايزيد، وعلى الساعه 6 في نفس التوقيت اخر حصه تدريبيه وتكون مفتوحه ان شاء الله الى الاعلام، ويوم السبت يوم المقابله كالعاده نزهه فيديو اجتماع تقني ثم الذهاب الى الملعب. شيخ صالح هل سيكون الكوتش حاضر؟ النجوم راح يحضروا ضيوف شرف؟ صراحه إن والله ما عندي فكره على شكون راح يحضر، انا مركز مع الفريق على النهائي على المقابله هذه، اما البقيه شوفوا مع اللجنه المنظمه والكاف. ربما عائله لاعبين؟ لا بدون شك، احنا شفنا اثناء هذه المنافسه حضور عائله اللاعبين وشيء ايجابي وشيء يعني ممتاز، وهما كذلك حابين يعني يشاطروا هذه الفرحه وهذه المنافسه هذه لاول مره في الجزائر مع العائله تاعهم، ونظن لها كذلك تاثير ايجابي عند اللاعبين عندما اللاعب يكون في الميدان والام تاعه ولا ابنائه ولا زوجة تاعه في المدرجات، نظن باللي تحفيز اضافي ان شاء الله. حبينا نعرفوا منحة ان شاء الله. صراحة والله ولا احد ولا احد باش نقول لك ولا احد سواء اللاعبين او الطاقم التقني لا تكلم على هذه المنحة، صراحة الكل 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 منصب حول الهدف وهو التتويج، اما المنحة امر مادي ياتي بعد المنافسة ان شاء الله.